تعالوا بنروح على الشهر العقاري. احنا كنا لسه يدوب يوم الاربع اللي فات بنتكلم على مسألة الشهر العقاري وكنا بنتكلم على القوانين، كان يوم الاربعاء ولا يوم الثلاث والله ما بقتش فاكر. المهم كنا بنتكلم على القوانين اللي تم مناقشتها والتعديلات اللي حصلت يوم الثلاث في مجلس النواب من تعديلات على بعض من النصوص في مواد القانون الخاصه بالتسجيل الى اخره. الشهر العقاري يلزم المواطنين بتسجيل العقارات الناتجه عن وصيه، حد اوصى او وقف. طيب ناخد معانا على التليفون دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. الو مساء الخير. مساء الخير يا يوسف بيه. مساء النور يا دكتور. مساء الخير على السادة المشاهدين الكرام. مساء الخير على مشاهدين القناة الاولى والفقر سعادتك المحترمة. الله يخليك يا دكتور. دكتور عايزين نفهم الناس ونشرح لهم ونطمئنهم اكتر على مسألة الالزام بالتسجيل. هو طبعا ده في مصلحة الملاك دائما او اصحاب العقارات. هنا طيب. احنا بنتكلم على الالزام في الوصيه والالزام في الوقف. الشرح طيب والتبسيط بقى يا دكتور. شوف يا فندم. اتفضل يا فندم. مفيش قانون في القوانين المدنيه تلزم المواطن على تسجيل العقار الخاص به سواء كان وصيه او بيع او ايجار، ايا كانت نوع المعاملات لا يوجد قانون ولا يشرح قانون بإلزام للتسجيل. طيب نتكلم احنا في نقطة نقدر نوضحها للسادة المشاهدين. أيوه. فوائد التسجيل ايه؟ هو انا بسجل ليه؟ بالنسبة للأفراد تأمين الملكية العقارية. صح. كل واحد يأمن ملكيته العقارية، العقار ثروة. العقار ثروة بالنسبة للفرد. طبعا. فأساسه تأمين الملكية العقارية. هيؤدي إلى ايه؟ هيؤدي الى زياده قيمتها. صح. وان قيمه العقار دلوقتي اكبر وعاء ادخاري للمواطن. مظبوط. في اي وقت يستطيع المواطن ان يتحصل على عقار ان يامن به حياته، يامن به حياه اسرته، يبقى لما نتكلم عن ضمانه اجتماعيه للمواطن بالتسجيل بالنسبه للفرد. جميل. طيب بالنسبه للمجتمع التسجيل هيؤدي الى ايه؟ استقرار معاملات، يبقى كل المعاملات مستقره. أيوة. مفيش نزاع ما بين الافراد على المعاملات، وهينهي حالات الشيوع ما بين الافراد. كل واحد مسجل بالنسبه للاخوات، بالنسبه للاسر، بالنسبه لمرقى الشيوع، كل واحد مسجل عارف نصيبه الشرعي. صح. هيؤدي في النهايه لايه؟ تنشيط تداول العقارات ما بين افراد المجتمع. كل واحد مسجل وحدته يبقى سهل تداولها بدل ما يبقى عنده مشاكل، عنده تدخلات فيها. الدولة هتستفيد ايه من التسجيل؟ حاجة واحدة بس اللي بتستفيدها الدولة، هي ضبط الوعاء الضريبي على العقارات. مفيش اكتر من كده، ضبط الوعاء الضريبي على العقارات. طالما العقارات غير مسجلة فالدولة مش قادرة تضبط الوعاء الضريبي على العقارات. صح. يبقى انا عندي فوائد التسجيل بالنسبة للأفراد، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للدولة. طيب كل هذه المشاكل اللي قابلتنا وكلها من سنة 46 لحد اليوم واحنا في مشاكل غير عادية والمواطنين دخلوا في مشاكل غير عادية بالنسبة للرؤية السلبية في قانون الشهر العقاري. دخلنا قلنا ايه؟ نخلص الفترة الزمنية، بدل ما سنة وسنتين هنخليها 30 يوم و 36 يوم. هنضع ضوابط لعملية فحص الطلب. كل هذه الأمور هنشدد الرقابة على الطلبات. بدأنا نعمل إيه يا فندم؟ نعدل القانون، نفصل أداء الضريبة على تسجيل العقارات، يبقى التسجيل حاجة وسداد الضريبة حاجة تاني. حلو. يبقى من هو يولي وجهه شطر الشهر العقاري لتسجيل عقاراته الشهر العقاري ما بيطالبوش ومش هيطالبه بسداد ضريبة. كلام جميل. أدخلنا عدم اشتراط تسلسل الملكية. طيب. البايع متوفي، البايع مش موجود، البايع مسافر، كل ده كانت عقبات بتقابلنا. طيب. وبتقابل السادة المواطنين. لا يا فندم، أنا مش هشترط فيك لا حضور بايع ولا توقيع بايع ولا معاك توكيل ولا معاكش توكيل. أنت معاك عقد بيع ابتدائي، معاك سند صحيح، كهرباء، غاز، نور، مية، حكم صحة التوقيع، كل هذه الأمور هتساعدك في نقل الملكية. رسومنا ثابتة، لم
ولن تتغير الفترة الحالية. حلو. رسوم واحدة. كلام مهم ده. طيب أنا ليه بقى يا فندم ما سرحش في عملية التسجيل؟ قانون من قانون سنة 46 لغينا المواد اللي هي كانت معوقة للتسجيل. ضفنا مواد تؤدي إلى التيسيرات. عدلنا المواد اللي كانت فيها عملية إجحاف للمواطن في الحصول على الأوراق. أدخلنا نظام الشباك الواحد، المواطن هنسلمه نموذج أو يستلم نموذج هيقدم فيها أوراقه، في خلال 30 يوم سوف يصدر الشرع عقاري قراره بالقبول أو الرفض. كويس. كل الإجراءات أصبحت سهلة بسيطة. الحكومة وضعت قانون لسبب تحويل العقارات الغير مسجلة إلى عقارات مسجلة. زي ما حضرتك قلت في البداية، في النهاية خلص هي دي ثروة. ثروة. نعم. هي في النهاية خلص ثروة لصاحب العقار وثروة بالإجمال للدولة. للدولة يا فندم. احنا كانت العلة ايه واحنا بنعدل المشروع، وكانت توجيهات القيادة السياسية للمصلحة ايه؟ كانت توجيهات القيادة السياسية لوزارة العدل ولمجلس الوزراء عمل تعديلات في قانون الشهر العقاري متوازنة ينعكس أثرها على المواطن وعلى الدولة، ويحقق الحماية القانونية للملكية العقارية في جمهورية مصر العربية. طب سؤال أخير يا دكتور، الناس هتقول مسألة تسجيل العقار في الجاي في الوصية هتبقى ماشية الحال، أما مسألة تسجيل العقار بتاع الوقف ده ممكن يبقى فيه شوية تعقيدات أو صعوبات نتيجة هنا بقى إيه، عندي الأوراق بتاعتي والأوراق اللي هرجع بيها لوزارة الأوقاف ثم أعود إلى مصلحة الشهر العقاري، هل في ذلك تيسير ما عملناه في الإجراءات الأخيرة؟ شوف يا فندم، إجراءات إنهاء الوقف، هو الوقف بقوة القانون، تم إنهاء الوقف بقوة القانون. حلو. ولكن الإجراءات اللي بتتم من جانب الشهر العقاري هو اسمه انهاء وقف شكلي للاجراءات. جميل. هو ما دام حجه الوقف ومعاه تسلسل المستحقين من الواقف حتى اليوم مفيش مشكله عندنا، بننقل الملكيه. عظيم جدا، مفيش مشكله. فالمساله هي في منتهى السهوله واليسر باذن الله. اول مشكله اللي بتقابل المواطن ايه؟ ان هو ما عندوش حجه الوقف. انما لو هو عند الحجه ومعاه تسلسل من الوقت حتى اليوم فما فيش مشكلة في إنهاء الوقت. بس كده تبقى الحكاية خلصانة جدا جدا إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور جمال، كل الشكر دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إضافة إلى أنه إحنا في انتظار أنه قريب كده نقعد في لقاء على الهواء، نقعد نتكلم بالتفاصيل في كل ما تم من تعديلات تيسيرا على المواطن لأجل تسجيل عقاره.